الوقت المتبقي من عالم الصباح مشاهدينا هو اكيد رح بيكون مخصص للشيف شادي لحتى تقدروا تتشاركوا انتم وياه بكل التحضيرات ضمن ورشه ملح. احبائي اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير وينعاد على كل المعلمين والنساء بالصحه والعافيه، وكمان عندنا كثير من المعلمين الرجال، وقد ما نكبر 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 بنضل نتذكر الاساتذه اللي علمونا نحن وصغار ونحن والكبار بالثانويه وبالجامعات وبالاختصاصات اللي عملناها عن جد، كل ما نحن نصير شاطرين اكثر كل ما نشوف حالنا فيكم اكثر واكثر. ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. اوكي، اليوم كان عندي كثير وصفات واليوم تحديت شوي صغيري حالي لانه كل الوصفات اللي عندي اياهم هني بنعملوا بالفرن، وانتم بتعرفوا انه الشيف شادي ما بيجيب معه شغله جاهزه وبيطلعها، بحاول حضر 95% منها، ما راح اقول 100% لانه مرات كثير بكون محضر شيء شوي صغيري قبل ما شفتوه، بس بتكون شغله كثير هينه بسيطه بشرح عنها وبتتحضر بطريقه سريعه، بس مش انه الشغله بتكون جاهزه وخلصنا بقى. طيب ما رح اقول شو بدي اعمل انا هلا بالضبط او اشرح كل شيء، بس رح بلش شوي شوي معكم تنقدر نفهم كل المراحل اللي عم نعملها. اوكي، خلونا هلا. انا هلا قدامي هون في عجينه، هلا اكيد بنشوف العجينه على الكاميرا. هالعجينه الموجوده هلا بنحكي عنها بعد شوي صغيره شو هي هالعجينه، وهيدا هون انا مربع انا هلا عم حطها على وجهها. طيب ما رح احكي على العجينه هلا، بس رح احكي عن الخلطه او خلطه بياض البيض يلي بدي احطه انا على شو؟ على هال خلينا نقول تارت التفاح، بسكويت تفاح. خلينا نقول عجينة التارت معلي. هلا كمان بنحضرها وبنعرف هذا الموضوع. قبل انا عندي صفارين بيض حطيتهم بقلب العجينة، هلا بدنا نحكي عنهم، يعني صفارين البيض ضل عندهم اثنين بياض، ما هو بياض وصفار، البياض لك ونني هون، رح احطهم انا وين؟ بقلب هالخفاقة، اثنين بياض. رح احط نص كمية السكر اللي رح تنكتب قدامكم بعدين، رح احط حوالي الملعقتين هون، طلعوا فوق بياض البيض، ملعقتين من السكر، ورح اجي اخبطهم مع بعضهم، رح يصير عندي الميرينج، مزبوط؟ الميرينج شو هي؟ هيدي هيك مثل البيضة اللي بنعملها هيك بتطلع مثل منطقة ناج مثل التلج اللي بنحطها هيك بالبراد وبنشتريها بتضل لنا بيضة وهيك، عرفتيها مدام؟ اوكي عرفتها مدام، لكن اوكي؟ ليكوا هون هلا بياض بيض مع شو؟ مع سكر. بدي اخفقهم مع بعضهم بيصيروا مثل التلج، بهالوقت انا بدي بلش مد مربى المشمش على عجينه التارت اللي بعد ما حكينا عنها، مزبوط الكلام؟ يلا رح قويها شوي، رح تنزعجوا شوي، رح انا انزعج شوي، بس كلها بدها دقيقه ونص دقيقتين، واحد اثنين ثلاثه، وهلا بنمد المربى المشمش، طلعوا هذا مربى المشمش، حطوا هيك، يلا يا شيف شادي، واجي ادهنوا على عجينة الباردة، لأن العجينة إذا كانت سخنة بصير الوجه تبعها يقبع، مشان هيك أنا انجبرت حضرها أنا قبل وشغلي هيني هلا بتشوفوها، طلعوا شو حلو هيدا المربى، فيها تكون كمان كريم باتيسيير، فيها تكون كريم كمان سيترون، كريم أورانج، فيها تكون مربى الفريز إذا بدكم، ما ضروري يكون مشمش، بس أنا اليوم حبيت أعملها مع المشمش، طلعوا كيف. يلا يا شيف شادي ما منكتر كتير من المربى، شوي صغيرة، وبعدين بتشتروا الكومبوت أو أنتو بيكون عندكم بالبيت من شقف المشمش، يعني شو معنيت كومبوت مشمش؟ طلع بسموها بالإيطالي فروتا شيروباتا، أو بسموها شو اسمه الكومبوت، بسموه الفواكه بالقطر، يعني هيدي السنة بنعرف كمان وبنعرف نعملها. أنا اشتريتهم اليوم جاهزين وأنا عندي المشمش. هلا اللي راح يصير إنه أنا هلا بياض البيض اللي عم بخفقه مع السكر راح ضيف عليه من اللوز المبروش الناعم البودرة، راح نجيب اللوز، أوكي؟ شوي شوي، راح نجيب اللوز بودرة عادي. أنا هلا رح ضيفه كمان هون، بس تطلعوا شو صار عندي هلا، طلعوا. طلعوا، مدة دقيقة ونص ونزعجنا شوي، بس طلعوا شو صار أنا عندي هلا. عندي صار هالبياض البيض المخفوق مع القليل من السكر، رح ضيف عليه أنا هلا كمان من اللوز، ولا أحسن إذا أنا ضفت أنا هلا عليه من اللوز، عندنا المشكلة هي شو؟ هي إنه ممكن نحن
ما عاد ينخفق معنا مزبوط، ما يطلع معنا مثل التلج. شو بنعمل؟ بنخفقه بعدين لوحده يعني بايدنا يعني بملعقه. فخليني هالشوي صغيره بعد نخفقه نتفي صغيره، يعني بنعد ل 30 30 يلا خلصنا. نجي نحن هون صار عندنا كمان هالبياض البيض المخفوق، طلعوا لانه في سكر بلش يلزق عندي، طلعوا هيدا هالبياض البيض المخفوق اللي هو صار نوعا ما مورينج. اذا بدنا اياه مورينج بكل معنى الكلمه ساعتها بدنا نخليه بعد ينخفق بعد معنا شي 7 دقائق 8 دقائق، اللي هو عباره المورينج عباره عن البياض البيض مع السكر، وفينا كمان نطعمه بكثير اشياء من مي الورد، مي الزهر، من برش حامض، برش برتقان، فينا نلونه، فينا نعمل اللي بدنا اياه. اوكي، انا قلت انه شو بدنا نعمل؟ نحط فيه لوز. يا سلام، جبنا اللوزات نحن هلا هون، يا سلام هون اللوز، ومنحركهم كيف يا شيف شادي؟ منحركهم بملعقه شوي شوي، طلع هون ينحركهم بقلبها. من بعد ما حركنا هاللوز شوي شوي هيك بقلب كمان هالبياض البيض مع السكر، انا شو بعمل؟ بجي حركناهم كلهم على الاخر يا شيف شادي، مزبوط ولا بعد؟ بنحط شوية لوز بعد، شوية لوز بعد يا شيف شادي، معليه كون شوي كريم. وصار عندنا لكن العجينة اللي بعد ما حكينا عنها، دهنناها من بعد ما شويناها بشو؟ بشيء اسمه المربى المشمش. وهلا انا عندي بياض البيض، وليكو يا شيف شادي شو عم بعمل انا هلا، بحط بياض البيض انا اوكي على هلا طلعوا كيف. يلا يا شيف شادي كلهم سوا بهالطريقه الحلوه، لما نفوتهم كمان على الفرن. بس بدي اخذ من وقتكم دقيقه او كم ثانيه تشيل خلينا نقول تارت التفاح او حلو التفاح من الفرن، بعد شوي بدنا نشرح عنه. اوكي دقيقه، يلا لقوا حلو التفاح وين؟ واو صاروا جاهزين لانه احلى ما طلعوا كيف. رح حطهم هون، وهلا بعد شوي صغيره بنحكي عنكم كيف كمان عملناكم. بس هلا خليكم معي هون، رح نجيب نحن ملعقه، هيدي الملعقه اللي انا عندي هيك، طلعوا شو صار. وبدي حط بياض البيض كله سوا. لك يا شيف شادي وين؟ كله 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 دهن بياض البيض فوق المربى. صار عندنا لكن ثلاث طوابق، الطابق الاول هو العجينه التارت اللي بعد ما حكينا عنها يا شيف، الطابق الثاني هو شو؟ هو المربى اللي حكينا عنه اللي هو هين كتير، اي نوع من المربى اي نوع من الكريم. الطابق الثالث عملنا حكينا عنه اللي هو بياض البيض المخفوق مع السكر، ورجعنا بعدين طعمناه بشوي صغيره من اللوز. اوكي، وانتم فيكم كمان تعملوا هذا الموضوع عندكم من دون اي مشكله. لكن شو صار حالنا هون؟ برجع نعملهم بالتساوي، وفينا كمان نعملهم بايدنا اسهلنا اذا كنا بالبيت كمان. اوكي طلعوا كيف، كلها 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 كلها. ونحن هلا هون ياي حبيتوا الموضوع. هون بنروح ساعتها نحن على قطع الفواكه، ممكن تكون قطع الفواكه طازه، ممكن تكون برجع بعيد شيروباتا، ممكن تكون سيرو، ممكن تكون كمان الكومبوت اللي عندنا، ممكن تكون كمان قطع مربى المشمش كمان. بشيل انا بهالطريقه هيك وبجي بحطهم هون، طلعوا كيف حد بعدهم تعت الشكل الحلو. فيني كمان قصه بالنص، انتم اعملوا اللي بدكم اياه. انا بعدين هلا رح تشوفوني كيف رح احطهم انا بالفرن. وبرجع بعيد، انتم بس تشتغلوا، ما تشتغلوا مثلي انا، انتم اشتغلوا على مهلكم اكثر مني، وحاولوا تشتغلوا بتأني اكثر لانه بتطلع معكم اجمل. كمان فيكم تشتغلوا مثلي يعني، بس انه مثلي انا عم كون انا سريع، مش عم حدد كمان الطبقات مضبوطه لانه انا مباشر، لانه ما فينا نوقف ونظبطه ونرجع نجي يعني. هالقصص كلها انتم صرتوا تعرفوها كمان. طلعوا شو حلوين، وهوني هيك انت زيحي شوي لهون، وهيدي هون بالنص بهالطريقه هيك. وياي انا هون رح احط بس شوي صغيره من المربى هيك على كل وحده هيك شوي صغيره، شو نطعمهم نطفي صغيره كمان بالمربى، لانه هن لو هن مربى ما كنت عملت هذا الشيء انا. واو يا شيف شادي بهالطريقه هيك. ويلا يلا يلا يلا، شفتوا كمان شغلي هيني. وبدهم يفوتوا على الفرن هلا يا شيف شادي، اقل شيء ربع ساعه بالفرن، ونحن عندنا هيدا الوقت مشان فرجيكم منظرها كيف بيطلع. ما رح نقدر نقطعها لانه بتكون كتير سخنه، بس ما عليه، انتم بس تبرد بتقطعوها وما تعتلوها. يلا يا شيف شادي هلا عندك بس انك تجي شوي صغيره من هاللوز الحلوين نرشهم على هيك ومن فوق بهالطريقه هيك 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 هيك. في كمان يكون فستق حلبي ما عندنا اي مشكله، وبيفوتوا على الفرن. حالة الفرن 180 درجة، بدهم ربع ساعة، 1 2 3.
خي ارتحنا من الموضوع. طيب لكن هيدا رقم واحد، رقم واحد انه شو عملنا هلا؟ حطينا هالكيك او هال خلينا نقول بسكويل مشمش كمان، تارت المشمش كمان اللي بدكم. كيف بنعمل العجينه؟ هيدي العجينه هلا يا شيف شادي اللي نحن ما عملناها، خلينا نغسل ايدينا نتفه صغيره هلا نحن هيك ويلا يلا ونجي على العجينه. العجينه هي عباره عن طحين بيض، برجع بعيد، طحين بيض زبده اوكي وسكر. طحين بيض زبده وسكر، طحين بيض زبده وسكر، طحين بيض. هون عندي كوب واحد اوكي من الطحين، بدها شوي صغيره بهالطريقه هيك، كوب واحد من الطحين بناخذ 200 جرام من الزبده، زبده سايحه تطلعوا كيف هي سايحه، قصدي حراره الغرفه. هيدا هون واحد، هيدي كمان شغله كمان كثير هينه. شو بعمل انا هلا؟ ببلش اعجنهم، او يعني هي اللي لازم تنعمل، هو انا لازم اعجنهم. من بعد ما اعجنهم بكون انا يا شيف شادي خلطت صفار البيض مع السكر على جنب، يعني انا حطيت الطحين مع الزبده اوكي؟ مع شويه فانيليا. طحين زبده شويه فانيليا هون، جبت صفار البيض، اثنين صفار البيض مع نص كميه السكر، لانه تذكروا النص الثاني حطيناه مع بياض البيض، مزبوط؟ شو بنعمل؟ نخفق بقى الصفار البيض مع كمان السكر، وبنخلط الزبده مع الطحين، وبعدين بنجمعهم على بعضهم بصير عندنا العجينه. انا ما راح اعمل هيك اوكي، اعذروني ما راح اعمل هيك، اللي راح اعمله لانه انا بدي اشتغل بسرعه وبتنجح معي نجاحها 95%، بضل شوي صغيره ما بتنفش معي مزبوط، بس كمان لانه بكون خفقت صفار البيض انا مع السكر، بس بتعطيني نتيجه حلوه بيتوتيه بتعقد. اذا بدي اجي انا اعمل مباراه تذوق بمعارض كبيره، مباريات كبيره ممكن افشل فيها اذا في حدا اشطر مني او عم يعملها بالطريقه كمان الحلوه، بس احنا فينا نعملها ببيتنا ما بتاثر كثير اوكي. لك عم برجع بعيد، طحين مع الزبده، صفار البيض مع السكر، هون بخلطهم مع بعضهم، هون مع بعضهم بجمعهم مع بعضهم بيطلع عندي العجينه. انا لا لا رح اعمل هيك، انا طحين مع الزبده مع صفار البيض مع السكر كلهم مع بعضهم، طلعوا كيف، وانا بجي هون اثنين صفار البيض ويلا يا شتشود على عجينه. هيدي هي العجينه اللي انا هلا انا عم بعملها، وفيني اعجنها كمان بالعجينه. هيدي هي العجينه اللي انا حطيتها بقلب الصينيه، ودهنت الصينيه قبل بالبتر سبراي، او حطيت عليها كمان من الزبده، وحطيت عليها من الطحين، وحطيتها بالفرن. من بعد ما بخشتها شوي صغيره عملت فيها ثقوب بالشوكه، استويت بالفرن، طلعناها لبرا للعجينه، مدينا عليها مثل ما شفتوا المربى، خفقنا بياض البيض مع السكر، عملنا المورينج، زدنا عليها كمان بودرة اللوز، وبعدين حطيناها من فوق وحطينا عليها من فوق شو يا شيف شادي؟ المشمش. يعني استعملنا مربى المشمش والمشمش، طلعوا العجينة شفتوا؟ وهلا كمان إذا بدكم فينا نشوف الوصفة نكتبها كمان قدامنا تبع هيدي الوصفة، اللي هي فينا نقول عنا بسكويل مشمش. يلا فيكم تكتبوها، طلعوا شو حلوة؟ هذه هي العجينة. فينا كمان نحطها بالبراد شوي صغيره ليكم ما اجملها هيدي العجينه، وفينا ما نحطها بالبراد. انا رح فرجيكم شغله انه انا هلا دغري فيني انا اجي اشتغلها، اخذ انا صينيه، هالصينيه مثل ما قلت لكم مدهونه، حط بقلبها انا هلا هون، واجي مد انا العجينه اللي انا عندي، طلعوا كيف. خلونا نوصل المعلومه كلها سوا، هيدي هي العجينه بهالطريقه الحلوه هيك، خليكم معي شوي، طلعوا كيف، لا عم تلزق على ايدي ولا شيء تعقد. وفينا العجينه هيدي اللي كانت قبل، وبنكون اخذنا فكره بتطوش عن هيدا الموضوع. هلا بنقصنا بس شو نعمل؟ نجيب شوكه، هيدي الشوكه شو بنعمل فيها هلا نحن كمان؟ بنجي بنعمل فيها ثقوب، او بنعمل الثقوب بهالطريقه، طلعوا كيف، وبتفوت على الفرن تستوي هيدي العجينه مثل ما شفتوا، بنحط عليها بعدين بس تبرد المشمش، بعدين بياض البيض مع السكر مع كمان اللوز المطحون، وبعدين عليها المشمش من فوق، صار عندي بسكويت المشمش. واو شو هالوصفه الحلوه، صحيح اخذت معنا هلا ربع ساعه شرح وركدنا ركض، بس اخذنا فكره حلوه نعملها، اولادنا كثير رح يحبوها، ونحن كمان رح نحبها، ورح تشوفوا كمان شكلها قد ما بده يطلع فظيع جدا جدا، ومنقطعها بس تبرد حراره الفرن 180 درجه. عن جديد يلا نبلش بالوصفه الثانيه. هلا الوصف الثاني رح انتقل لشيء اسمه تارت التفاح، يعني التفاح اللي اشتغلنا فيها نحن قبل بشوي صغيره، حطينا كمان عليها طبقتين، وعملنا كمان شغله رح ناخذ هلا صوره عليها، الكاميرا هلا تطلع لنا اياها،
صوره بتعقد بتجنن، بدنا قبل ما نطلع بريك على لفائف الفستق الحلبي. يعني تصوروا هلا نحن نطلع لفائف الفستق الحلبي اللي هني هلا قدامي، هودي الحلوين اللي بيعقدوا، هودي هاللفائف الحلوين اللي انا هلا انا تركبتهم على بعضهم، اخذت معي وقت طويل جدا. لا اكيد هلا بس نرجع من البريك رح فرجيكم كيف بينعملوا وكيف كمان بنعمل كمان التفاح، ورح بلش انا هلا اقطع التفاحات الاحمر والخضر والصفر. بريك. اهلا فيكم من جديد معي بعد ربع ساعة لوحدة، وهلا غيدة قبل ما توصل غيدة لعندي رح كمان كفي شوي صغيرة غادة لعندي، رح كفي هيك بسرعة كمان فائقة تخلص اللي عندي لأنه بس تجي ما رح نقدر نعطش. يلا حلوين بعقدهم، أنا هون شو رح أعمل؟ أنا هلا رح أجيب شوي صغيرة من الفستق الحلبي هيك يا شيف شادي، ويلا بنحطهم على هلا بسكويت تفاح وبنحطهم هون، رح ناخذ التفاحات الحلوين بنحطهم هون وارجع اشرح شوي صغيرة اللي ما كان معي صار معي الآن. أوكي هلا شوفوا شو بده يصير. انا عندي هون من الزبيب، رح ناخذ شوي صغيره من الزبيب اللي عندي ورح بلش هلا. عم بتعرفوا شو عم يقولوا لي انه ترجع اشرح بشوي صغيره شو عملت قبل. اوكي ما هيك مدام؟ يلا بالفرن عندي العجينه اللي نحن عملناها بتعقد من الطحين ومن كمان الزبده من صفار البيض ومن السكر مع شوي صغيره من الفانيليا، خرجناها مع بعضها حطيناها بقلب صينيه، حطيناها بالفرن، شويناها، طلعناها من الفرن، بردت، دهنا عليها مربى المشمش، حطيت عليها بياض البيض المخفوم. انا استعملت بيضتين، يعني فيه اثنين صفار حطيناهم بالعجينه والبياض خفقناهم بعدين مع شو؟ مع السكر شوي صغيره، نص كميه السكر بس انخفقوا، ضفت لهم اللوز المطحون، صار عندي هالعجينه البيضاء مثل الثلج، حطيت عليها من فوق مشمش ولكوينيه بالفرن، رح نشوفها بالفرن شوي صغيره ناخذ هيك فكره كيف حالتها الطبيعيه. يلا يا شيف شادي هيك، وهيدي هي هلا حالتها بالفرن، وهلا بلشت شوي صغيره تحمر، طلعوا كيف، واو حبيت الموضوع. ويلا هون يا شيف شادي هيك، وهلا هون بنقوي عليها النار نتفه صغيره وسكرناها. هيدي هي كمان خلينا نقول تارت المشمش او بسكويت المشمش. اما بالنسبه للتفاح رح اعطيكم شوي صغيره كيف عملنا التفاح، رح نعطي فكره كيف خلطنا هيدي الخلطه تنقدر ناخذها ونقدر نعملها لاولادنا اليوم. مشمش، اوكي مشمش عندي زبيب اللي هو عنب بعدين صار زبيب، من بعد ما هي الزبيبات هيك انا بجي بحط عليهم شوي صغيره من الحامض، بقشر شوي صغيره انا من الحامض. طلعوا شو راح يصير انا عندي هلا، هذا الحامض اللي انا اخذتهم هون مشان اعطي طعمه حلوه، بجيب سكين وبقصهم، اوكي بنفرمهم هيك بهالطريقه. طلعوا كيف هل هالحامضات شوي صغيره ما بنكتر، رح نحط عليهم شوي صغيره كمان من السكر. طلعوا كمان هالحامض هيك، هيدا الحامض هون، رح احط كمان من السكر ومن كمان القرفه. صار عندي لكن خليط التفاح اللي عم بعمله، حطينا من برش الحامض، حطينا او حامض مقشر ومقطع صغير، برجع بحط من الزبيب، حطيت من السكر وحطيت من القرفه، وهلا كمان بنشوف الوصفه قدامنا كمان بعد شوي، ناقصنا شو التفاح. يعني انا هلا رح اجيب التفاحات الحلوين اللي عندي، انا ما رح اجي، اوكي؟ اجي اعمل كل التفاح اللي عندي، رح اعملكم هيك شوي صغيره منهم وراح تاخذوا كمان فكره عن هيدا الموضوع، وفيكم تعملوها طبقتين وفيكم تعملوا كمان طبقه وحده. رح اجيب انا سكين صغير واي نوع من التفاح، يعني عم يسالوني اذا كان احمر ولا اخضر، اي نوع من التفاح كمان فيكم انتم كمان تستعملوا. اخذنا هيك شوي منهم، طلعوا شو صار، وبنعمل خلطه التفاح. هالخلطه اللي انا عملتها بتشبه كثير الخلطه يلي تنعمل كرمال نحشي الشترودل او الشترودل يلي يعني بيعملوه بالنمسا وبيعملوه كمان بالمانيا وعلى حدود كمان مع ايطاليا هالوصفه كمان الحلوه، لكن عندي انا التفاح بهالطريقه. بجي انا التفاح ببلش انا اقطعهم، وبنتذكر انه التفاح فيني خليه بقشره وفيني اقشر التفاح كله سوا من دون اي مشكله. طلعوا شو عم بيصير يا شيف شادي هيك، واكيد نحن بنكون كمان عم نكتب الوصفه. طلعوا هلا شو صار، صار عندي هالحشوه هون تفاحات، رح اجي اقطع كمان تفاح. وعم تتسالوا
كيف عملت لفائف كمان الفستق الحلبي اللي بعد شوي رح تكتبوا كمان الوصفه ورح فرجيكم هلا اذا الله راد كيف كمان انا عملت هاللفائف كمان وحطيناهم بالفرن وعملنا كمان الاطراد يلي كمان حطيناهم على وجههم. طلعوا هون صار عندي التفاح انا جاهز، ما بعمل التفاح ما يكون جاهز، باخذ التفاح بحطه فوق القرفه والسكر والحامض، الشط الحامض والزبيب. معي ولا مش معي؟ كلنا مع الشيف شادي. اوكي. من بعد ذلك انا ما راح اقطعهم كلهم بس عم بعطيكم كمان الفكره، انتم بتاخذوا المقادير وبتكتبون قدامكم، نجي بنحط نحن كميه من الطحين فوقهم او فينا نعمل طبقه ثانيه، يعني نحن فينا نعمل الطبقه الثانيه بناخذ المقادير لوحدها وهيداكي كمان التفاح لوحدهم وبناخذهم مع بعضهم، او انا فيكم تعملوا مثل ما انا عم بعمل هيك من دون كمان اي مشكله. حطينا نحن هون كمان هالطحينات بهالطريقه هيك، جينا لبسنا كفوف بايدنا. واو يا بس لنخلط طبعا لننتقل بعدين للفائف اللي عندي بطريقه كمان حلو. ليكو هون حلوين كمان. ويلا يا شيف شادي. وهلا ناقصني هون من الزيت، طلعوا كمان ومكتوبه كمان قدامكم كميه الزيت. صار انا عندي هالعجينه اللي انا عم بخلط بهالطريقه من دون ما احط فيها بيض، ملاحظين هون ما دخلنا بيض بهيدي العجينه الحلوه. طلعوا شو عم بيصير، وصار عندي هون طبقة اثنين. وهلأ يا شيف شادي منروح على الجوز اللي مكتوب كمان بالعجينة. صار عندي لكن الجوز، صار عندي الزيت، صار عندي كمان التفاح، وهون صار عندي هالخليط الحلو اللي أنا شوف شو نعمل فيه. فيني جيب صينية، خليكم محلكم. هذه الصينية اللي أنا هلأ هون عندي إياها بدلق فيها أنا هالخليط كله سوا. طلعوا كيف بهالطريقة الحلوة هيك، بكبسه بإيدي وصار عندي مثل كأنه منظر كأنه الشوفين صار موجود بقلبها، وبيجي أنا برش عليهم من الجوز. طلعوا كيف؟ وبحطهم بالفرن. لكن التفاح، لكن الزبيب، لكن السكر، لكن برش الحامض بنعملهم لوحدهم اذا بدنا، بنروح بنخلط نحن كمان الجوز، بنخلطه مع الزيت، بنخلطه مع السكر، وبنخلطه كمان مع كمان الجوز المفروم قصدي مع الطحين، هودي بصير كمان طبقه ثانيه، هالطبقه بنحطهم فوق بعضهم او فينا نخلطهم مع بعضهم بهالطريقه، او فينا نحطهم بالفرن وبعدين فينا ناكلهم ان كان معنا فنجان قهوه او ان كان حدنا مثلا تنقول كبايه من الحليب ولا اطيب من هيك، فينا ناكل هالتفاحات الحلوين اللي انا رح احطهم بالفرن بس ما رح اقدمهم، شايفينهم كمان قدامكم كيف قدمناهم. ويلا يا شيف شادي لهون تنحنا نحطهم بالفرن وناخذ نظره عن ال واو. بلشنا كمان هون، خلينا هون هي الطريقه هيك، حطهم هون وهيدا كمان نولع الفرن من فوق فيصير عندنا كمان بسكوي المشمش جاهز. صار عندنا فكرتين اخذناهم اليوم بعقد وجن. الفكره الثالثه، الفكره الثالثه اللي عملناها قبل بس رح ارجع عيدها هلا، اللي هي خلطه الفستق الحلبي. بليز اعملوا معروف انتبهوا لي على هيدا الموضوع، خلطه فستق الحلبي بنحطها بقلب البقلاوه، بنحطها بقلب المعمول المادة، بنحطها بقلب كمان المعمول العادي، بس انا اليوم عملها بطريقه بتعقد بتجنن. يلا الفستق الحلبي، واحد فستق حلبي انا خلطه اليوم مع شو؟ مع اللوز. يا سلام. إذا فستق نعم ليكي هون شو حلوين، ليكي هون الفستق الحلبي كمان مع اللوز. هالفستق الحلبي مع اللوز أنا شو بدي أعمل فيه؟ بدي أعمل فيه خلطة بتطوش وتعقد. خليكم معي شوي. سكر يا شيف شادي وبرجع بعيد، فستق حلبي لوحده فيكون الفستق الحلبي مع الكاجو، فيكون الفستق الحلبي مع اللوز، اللوز لوحده، الكاجو لوحده، فستق البتكونية. أنا عامل لوز مع فستق حلبي، شوية سكر من الزعفران او العقد الصفراء او الكركم، من الهيل، ما حدا يقول لي لا، ما حدا يقول لي لا، اعملوها وبعدين خبروني شو عم بيصير. ويلا يا شيف شادي كمان عندي من مي الورد، وعندي من مي الزهر، وعندي كمان من شيء اسمه قطر. القطر كمان كبيتين من السكر، وكبيتين من السكر مع اربع اكواب من المي، دايما بتكون كمية السكر هي نص كمية المي، وبجي بخلطهم. طلعوا شو حلوين. برجع بعيد الكركم والكمين والهيل ما تنسون، ونحط كمان شوي صغيرة من السكر مع الفستق الحلبي المفروم، ومع كمان اللوز المفروم إذا بدنا، وتطلعوا هالحشوة
اللي بتعقد مع شوية صغيرة من القطر يلي مطيبينهم بمي الزهر ومي الورد، وكمان القطر مطيب بشو يا شيف شادي؟ كمان عصير الحامض بالاخر. طلعوا شو حلوين وليكوا كمان هالحشوة الحلوة. هلا شو بعمل؟ بجي باخد عجينة، هالعجينة اللي أنا عندي هي عجينة كمان خليكم معي، عجينة كمان البقلاوة. هالعجينة البقلاوة اللي أنا عندي بعد عندي ثلاث دقايق رح أعملكم إياها قدامكم، وهيك بنكون كمان أخذنا أفكار عن كل شيء. ورح نعمل مثل هول، ليكوا العجينة كيف هون، طلعوا كيف هالعجينة أنا هيك يا شيف شادي متعقد، ست طوابق أنا عاملها. شو بعمل؟ بين كل طابق وطابق بتحطوا شوي صغيرة من الزيت، هي أنا عاملها قبل. شوي صغيرة من الزيت بين كل طابق وطابق، وبندهن. كيف يعني؟ أوكي، نرجع. يعني إذا أنا عندي هون هيك، بجي أنا شوي صغيرة من الزيت يا شيف شادي، بدهن بإيدي إذا بدي بهالطريقة، بحط كمان هيدي فوقها بتصير كمان شو اسمه كمان كلها زيت، برجع بحط شوي صغيرة من الزيت كمان هون. هي عملناها قبل بس بدي ارجع اعيد هذا الموضوع، وبرجع كمان بحط انا كمان هيك، بنرجع كمان بنقول شوي صغيره من الزيت من جديد يا شيف شادي كمان، وهيدي بنحطها هيك، واخر شيء كمان هون ايدينا كلهم زيت. طلعوا كيف هيك ويلا. وبجي بنحط هالحشوه كلها، طلعوا كمان لونها شو حلو، واو شو حلوين. طلعوا الفرن كيف ياي بيعقدوا. اما شفتوا اللي شفتوا كيف؟ طيب اوكي ارجع اعمل الحركه اللي عملناها قبل. ياي اوكي يلا هودي حلوين بعقد، رح فرجيكم اياها. طلعوا يلا هذا المنظر الحلو اللي نحن عم نشوفه قدامنا، اللي هو كمان هالبياض البيض اللي اشتغلناه، طريقه كمان كثير حلوه. بس تبردوا يا حلوين يا امورين، ماذا افعلوا؟ من قصقصها وبناكلها، ولا اطيب من هيك، جربوها اوكي؟ طيب رح كفي موضوع الفستق الحلبي مع رقائق البقلاوه، او فينا كمان نستعمل اي نوع من العجين. انا عم بستعمل العجين تبع البقلاوه، فيكم تستعملوا عجينه الجلاش، عجينه البيتزا مدام، حتى لو فيها خميره فيكي تعمليها. ليكوا شو عم بيصير، مدوا الفستق الحلبي ما تخافوا اوكي، مدوا كمان العجينه. طلعوا كيف هالعجينه بتمد بهالطريقه اوكي، من بعد ما نمدها فينا نعمل هالطريقة. طلعوا كيف يلا، ما تعطلوا هم ابدا 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 يلا. هذه هي العجينة كلها سوا، طلعوا 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 كيف بهالطريقة الحلوة هيك. وبجيب انا ساعتها بغسل ايدي، رح اعطيكم الفكرة، وبتحطوها بالفرن مع شوي صغيرة. انا دهنت بالزيت، فيكم تدهنوا بالسمنة نعم، فينا ندهن بالزبدة نعم، بس انا اليوم فينا نحطها بالصينية بالفرن مع الزبدة مع السمنة او مع الزيت النباتي مثل ما انا عملت. وبس اطلع من الفرن شو بنعمل؟ بنحط عليها يا شيف شادي القطر. بس كيف نقطعها؟ ليكو كيف فينا نجي شيل هيك، طلع وتطلعوا بالجمال، طلعوا هيدي هي زيتها اللي انا عندي اياها هون شايفينها، وبتنحط بقلب صينية وبنحطه بعدين بقلب الفرن. طلعوا شو حلوين. وبهالطريقة بنكون أخذنا فكرة بتعقد عن كمان التفاح، أو خلينا نقول هالتارت التفاح، أو خلينا نقول هالتفاح مع الطحينات الحلوين مع القرفة اللي هي حشوة الاسترودل. وكمان أخذنا كتير فكرة حلوة عن كعك المشمش، وهون كمان هلا الفكرة الحلوة عن لفائف كمان الفستق الحلبي، تشوون بالبيت وبس تاكلون وتحطوا على وجهن شوي صغيرة من القطر يا شيف شادي، وتزينون بالفستق الحلبي. طلعوا هون هيك اكيد. والفستق الحلبي خلصنا، نحط شوي صغيره من الجوز. حلقه ممتعه، حلقه حلوه، حلقه حلويات. اخذنا فكره عن العجينه اللي عملناها، عجينه التارت فيكم تعملوها لوحدها، اخذنا فكره كيف عملنا الميرينج، اخذنا فكره كيف حطيناهم فوق بعضهم مع المشمش، اخذنا فكره كيف عملنا اللفائف بفستق الحلبي، واخذنا فكره عن الحشو بتعقد بتجنن، اخذنا فكره عن التفاح كيف خلطناه مشان نعمل كمان حشوه الاسترودل. صحيح بتقولوا عني اني بحكي كثير وبسرعه، بس اكيد اللي وصل هلا عم يحضرني ما رح يقدر يفهم علي. انا بشكركم كثير، بكره لقائكم مع الشيف فيصل بكمان حلقه حلويات بامتياز، وبعدني عم دور على غاده. انا كثير بشكركم، عالم الصباح بيشكركم، ميرسي كثير لكل امراه اوكي عم تسمعنا اليوم وموجوده بالعالم، ولكل معلم ومعلمه ومدرس ومدرسه.
شكرا كثير لكم. ننهي عالم الصباح لقائنا بكره معكم بنفس الوقت. باي.